السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة والطالبات، ميعادنا مع المحاضرة الثالثة من مادة قوامة مواد في الجزء الثاني، وإن شاء الله هنتكلم النهاردة عن موضوع جديد هو مومنت اوف انيرشيا أباوت سي جي، أو عزم القصور الذاتي حول مركز الثقل، وهنعرف كل حاجة بالتفصيل. يعني إيه؟ أول حاجة نعرفها في محاضرة النهاردة definition of moment of inertia، أو اللي هو تعريف عزم الكسور الذاتي. ايه هو عزم الكسور الذاتي؟ لو انت خدت بالك مثلا، لو راكب اتوبيس او راكب عربيه، لما تيجي تفر من العربيه دي فجاه، ايه اللي بيحصل؟ هتلاقي نفسك تلقائيا بتتحرك في الاتجاه المعاكس لاتجاه الفرمله. يعني هتلاقي نفسك مثلا الفرمله دي بتثبت العربيه، هتبص تلاقي نفسك فجاه انت بتتحرك مثلا لقدام او للخلف على حسب اتجاه الفرمله. فالاتجاه بتاع الحركة للأمام أو للخلف ده لما العربية فرملت، ده بنسميه عزم الكسور الذاتي. يعني ده كمية طاقة اكتسبها جسمك عند الوقوف وتحرك، عمل رد فعل تلقائي في عكس اتجاه الحركة نفسها. يعني لو الحركة للأمام هتلاقي رد الفعل اللي هو عزم الكسور الذاتي للخلف أو العكس. وبالتالي بنقول هنا ان تعريف عزم الكسور الذاتي هو عبارة عن ايه؟ quantity expressing a body's tendency. يعني هو بيعبر عن حركة الجسم، أو بيعبر عن الجسم عمل إيه؟ to resist angular acceleration، عشان يقاوم حاجة اسمها angular acceleration، أو اللي هي العجلة الزاوية، اللي هي العجلة اللي فرملت أو العجلة اللي حركت الجسم اللي انت بتتحرك بناء عليه أو بتعمل رد الفعل بناء عليه. طيب which is the summation of the products of the mass of each particle in the body. بيتحسب ازاي بقى المومنت اوف انيرشيا وعزم الكسور الذاتي؟ هو عبارة عن حاصل ضرب الماس او الكتلة بتاعت الجسم في مربع المسافة اللي اتحركتها. ومربع المسافة اللي اتحركتها دي بقول عليها distance from the axis of rotation، او اللي هي مسافة من مركز الدوران. يعني انت لما اتحركت للخلف او للامام لما العربية فرملت، المسافة اللي انت اتحركتها دي اسمها الار، او اللي هي المسافة، بربعها بتبقى ار سكوير وبضربها في كتلة الجسم اللي هي الام، فبالتالي بيبقى الاي بتاعتي او اللي هي المومنت اوف انيرشيا بتساوي ام في ار تربيع. طيب قدامنا حالات كتير بقى المومنت اوف انيرشيا. يعني هنا اول شكل على الشمال، لو الماس او الكتلة ام والمسافة اللي اتحركها من نقطة الدوران لحد ما عمل رد الفعل ار، يبقى الاي بسميها في الحال دي اي اوريجينال او اي نوت بتساوي ام في ار تربيع، زي ما قلنا الكتله في مربع المسافه. طيب لو نفس الجسم او نفس المسافه اللي هي ار، بس الجسم كتلته 2 ام، فهتلاقي هنا ان الاي او المومنت اوف انيرشيا بيساوي ايه؟ هيساوي 2 ام في ار تربيع. طب مش 2 ام في اي تربيع دي كانها 2 اي اوريجينال، يبقى كان الاي في الحاله الثانيه بتساوي 2 اي في الحاله الاولى. طيب في الحالة الثالثة اللي هي الرسمة اللي على اليمين، لو انت المسافة بقت 2 R والكتلة M، ربع كده 2 R. يعني انا دايما بقول المومنت اوف انيرشيا او الاي بتساوي الكتلة في مربع المسافة، الكتلة هنا M ومربع المسافة هتبقى 2 R كل تربيع، يبقى كأنها 4 R تربيع. يبقى كأن المومنت اوف انيرشيا في الحالة الثانية هيساوي 4 اضعاف الحالة الاولى او ضعفين الحالة الثانية. فبالتالي على حسب الكتلة بتساوي ايه والمسافة بتساوي ايه، بحسب المومنت اوف انيرشيا دايما ان هو الكتلة في مربع المسافة. طيب نفتكر كده، لما كنا بنحسب سنتر اوف جرافيتي او اللي هو مركز الثقل للجسم، كنا بنقول عندنا نوعين من الاشكال. النوع الاولاني اللي هو البلين شيبس، او اللي هي الاشكال المسطحة او اللي عادة بتعامل فيها مع مساحة، وهي تقريبا نفس الاشكال اللي هنحسب لها المومنت اوف انيرشيا. عندي مثلا مستطيل، مثلث، دائره، مربع، كل الاشكال دي هي اشكال مسطحه او ثنائيه الابعاد. وفي اشكال تانية اللي هي ثلاثيه الابعاد، او اللي هي سميناها سوليد بوديز، او اللي هي بتعامل فيها بالكتله او بالحجم. كنا في السنتر اوف جرافيتي بنتعامل بالحجم، هنا في المومنت اوف انيرشيا هنتعامل بالماس او بالكتله. هي طبعا مش هتفرق، يعني على حسب هو مديك الانديكيتور بتاع الجسم كتله ولا حجم هتتعامل وهتعوض في القانون عادي وتجيب المومنت اوف انيرشيا. طبعا الحاجات اللي كان ليها حجوم من السوليد بوديز زي متوازي المستطيلات، الكوره، المخروط سواء مصمت او مجوف، السلندر او اللي هي الاسطوانه، كل الحاجات دي برضو ايه، سوليد بوديز او اشكال ثلاثيه الابعاد.
نتكلم بعد كده على طرق حساب او الطرق اللي ممكن احسب بيها المومنت اوف انيرشيا او عزم الكسور الذاتي. عندي طريقتين يعتبروا اشهر طريقتين، طريقة منهم هنتكلم عنها بس كده مجرد فكرة، والطريقة التانية ان شاء الله هنستخدمها بالتفصيل. الطريقة الاولانية هي باي انتجريشن، او اللي هي بطريقة التكامل، ودي بتعتمد على ان انا بقسم الجسم بتاعي لعدة اجزاء صغيرة او بسميها بمعنى اصح عدة شرايح، وباخد الشريحة الواحدة كمساحة مثلا او كسايز ببتدي اعمل لها تكامل. فبالتالي لما اعمل تكامل للشريحة الواحدة بيديني مساحة الشكل كله او بيديني السايز بتاع الشكل كله، فبقدر اعرف المومنت اوف انيرشيا بتاعها، ودي كده القوانين بتاعتها. وطبعا احنا هنا في المومنت اوف انيرشيا لو بنتعامل في مساحة او بنتعامل في تو بلين اللي هي البلين شيبس او اللي هي التو دايمنشنز، بيبقى عندي طبعا محورين اللي هما الاكس والواي، فبالتالي بحسب حاجة اسمها الاي اكس اللي هو عزم الكسور الذاتي حول محور اكس، واي واي اللي هو عزم الكسور الذاتي حول محور واي او المحور الرأسي. الطريقة التانية لحساب المومنت اوف انيرشيا او اللي هو عزم الكسور الذاتي، وهي بسميها روسس رول او اللي هي باسم العامل اللي اكتشفها او اللي اثبتها، ودي بتعتمد على قوانين مباشرة على حسب الجسم اللي قدامي. يعني نفتكر كده في الاول خالص كنا بنقول عزم الكسور الذاتي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن الكتلة في مربع مسافة الحركة. نفس الكلام هو نفس القانون، ولكن لو انا بتعامل مع بلين شيبس او اللي هي تو دايمنشنز شيبس او اللي هي الاشكال المسطحة اللي ليها مساحة، هيبقى الاي بتاعي عبارة عن ايه؟ ار تربيع، او اللي هي الاريا في مربع المسافة او المساحة في مربع المسافة. ولو اتعاملت مع شكل ثلاثي الابعاد او اللي هو السوليد بوديز، هيبقى اي بيساوي ام في ار تربيع او اللي هي الكتلة في مربع المسافة. فبالتالي هو نفس القانون، ولكن هستخدم المساحة في الاشكال ثنائية الابعاد، وهستخدم الماس او الفوليوم في الاشكال ثلاثية الابعاد. طيب نعرف كده مبدئيا مومنت اوف انيرشيا اباوت سي جي يعني ايه. هنا لو خدت مثلا الاشكال المنتظمه في البلين شيبس او اللي هي التو دايمنشن شيبس، زي مثلا المستطيل، المثلث، الدائره، كل دي اشكال منتظمه ثنائيه الابعاد او اللي هي بحسب لها مساحه. طبعا كل شكل من دول ليه سنتر اوف جرافيتي او ليه سنترويد معلوم. لو انت بصيت مثلا للشكل المستطيل، افتكر معايا كده السنترويد بتاعه فين؟ هتلاقيه في نقطة تقابل الأقطار أو اللي هي منتصف أو نقطة تقابل منتصف المسافة الرأسية مع منتصف المسافة الأفقية للمستطيل اللي هو في النص بالظبط. طب المثلث المتساوي الساقين بيبقى السنتر اوف جرافيتي أو السنترويد بتاعه فين؟ اتكلمنا عنه قبل كده وقلنا ان هو بيبقى في نقطة تلاقي متوسطات الاضلاع. فين نقطة تلاقي متوسطات الاضلاع دي؟ قلنا ان هي بتبقى على بعد التلت من ناحية قاعدة المثلث او تلتين المسافة من ناحية رأس المثلث. يعني لو ارتفاع المثلث h، هيبقى السنترويد بتاعه على بعد من القاعدة h على 3 او من الرأس 2h على 3. طب السيركل او الدائرة، طبعا السنترويد بتاعها هو نفس السنتر بتاعها او المركز بتاعها، وبالتالي بيبقى في منتصف الدائرة اللي هو بحدد عنده المركز اللي منه الار او الريديس او نصف القطر. طيب طبعا المومنت اوف انيرشيا زي ما قلنا ليه قوانين او ليه اثباتات كتير، عشان ما ندخلش في اثباتات كتير ما ملهاش لازمة بالنسبة لنا، عايزة بس تعرف التلات اشكال المنتظمة اللي قدامك دي الاي اكس والاي واي بتاعتها بتبقى عبارة عن ايه. نتكلم الاول عن المستطيل. المستطيل هو شكل منتظم ليه طول وليه عرض. هفرض ان العرض بتاع المستطيل بي، وهفرض ان الارتفاع بتاعه اتش. طيب احنا قلنا بنحسب العزم الكسور الذاتي على كام محور بالنسبة للبلين شيبس؟ بنحسبها على محورين اللي هو الاكس والواي. طب اي اكس هنا في الحالة دي هيساوي ايه؟ واي واي هيساوي ايه؟ هو القانون ثابت ولكن مع اختلاف الطول او البعد. يعني بقول دايما الاي اكس او الاي واي للمستطيل بيساوي البعد الموازي للمحور في البعد العمودي للمحور تكعيب على 12. طب تعالوا نفسر الكلام ده. لو جيت مثلا اتكلم عن الاي اكس اللي هو عزم الكسور الذاتي حوالين المحور الافقي للمستطيل، مين البعد الموازي لمحور اكس هنا في المستطيل؟ مش هو البعد بي اللي هو العرض،
ومين البعد العمودي للمحور اكس هنا؟ ال H. يبقى اقدر اقول الموازي في العمودي تكعيب على 12 هو عبارة عن بي اتش تكعيب على 12، يبقى ده ال اكس بتاع المستطيل في الحالة دي. طب نفس المستطيل بنفس الابعاد عايز اجيب له الاي واي، نفس التعويض او نفس القانون، موازي في عمودي تكعيب على 12، بس الموازي المحور واي من هنا مين من الابعاد؟ هو ال H، والعمودي على محور واي من ابعاد المستطيل هو البي. يبقى اقدر اقول الاي واي بتساوي اتش بي تكعيب على 12. طبعا خد بالك من الاختلاف هنا، لما تيجي تعوض بتجيب انهي مومنت اوف انرشيا او بتجيب حوالين انهي محور. طيب بالنسبه للمثلث، المثلث الاي اكس بتاعته تقريبا تلت الاي اكس بتاعت المستطيل، يعني لو المثلث عرضه بي اللي هو نفس عرض المستطيل وارتفاعه اتش برضو اللي هو نفس ارتفاع المستطيل، هيبقى في الحالة دي اي اكس بتساوي بي اتش تكعيب على 36، والاي واي بتاعته لو بنفس الابعاد برضو او نفس الدلائل بتاعت المثلث والمستطيل واحدة، هتلاقي الاي واي تقريبا ربع الاي واي بتاعت المستطيل، يعني هتساوي اتش بي تكعيب على 48. فهنا دي الاي اكس والاي واي بتاعت المثلث. طيب الدائرة بما انها طبعا شكل منتظم على المحورين الاكس والواي، فهتلاقي هنا الاي اكس والاي واي هي حاجة واحدة بس، ودي بتبقى عبارة عن باي ار اس 4 على 4 او باي دي اس 4 على 64، يعني تعوض بالدي او تعوض بالار على حسب الفاكتور اللي موجود. يبقى دي كده اهم الاشكال اللي هنتعامل بيها في المومنت اوف انرشيا عموما في البلين شيبس او اللي هي التو دايمنشنز شيبس. احفظ بس القانونين بتوع كل شكل اللي هو الاي اكس والاي واي للمستطيل والاي اكس والاي واي للمثلث، وطبعا اي اكس واي واي للدائرة هي ايه حاجة واحدة زي ما قلنا. نشوف اول مثال معانا ازاي اجيب عزم الكسور الذاتي لشكل من الاشكال المسطحة او اللي ليها مساحة. نفتكر القانون ان كان بيقول لي الاي بتساوي ايه في الار تربيع او اللي هي المساحة في مربع المسافة، وكان كل شكل من الأشكال المنتظمة ليه قانون، زي ما قلنا المستطيل ليه قانون، المثلث ليه قانون، الدائرة ليها قانون مباشر. الشكل اللي قدامي ده بيقول لي find moment of inertia of a hollow rectangular section about HCCG. يبقى عايز يجيب عزم الكسور الذاتي لمستطيل مجوف. مستطيل مجوف يعني عندي كم مساحة؟ يعني هيبقى عندي مساحتين، مساحة خارجية ومساحة داخلية، واطرحهم من بعض واجيب منهم بعد كده المومنت اوف انرشيا للايه، للي هو الشكل اللي ما بينهم او اللي هو الشكل المجوف. عايزه حوالين مركز الثقل، يبقى بالتالي هعوض بالقانون مباشرة. طيب if the external dimensions are breadth 6 and depth 8 سنتي، يعني مديك الاوتر او اللي هو المستطيل الخارجي ابعاده 6 في 8، 6 سنتي العرض في 8 سنتي اللي هو الارتفاع، العرض اللي هو البي والارتفاع اللي هو الدي. طيب والانترنال دايمنشنز او اللي هي ابعاد المستطيل الداخلي 3 و 4 سنتي، يبقى البي بتاعه المستطيل الداخلي 3 سنتي هنسميها مثلا بي 1، والارتفاع بتاع المستطيل الداخلي 4 سنتي هنسميه دي 1. يبقى بي ودي بتوع المستطيل الخارجي وبي 1 ودي 1 بتوع المستطيل الداخلي. طيب عايز اجيب الاي اكس والاي واي لكل ايه؟ للشكل المجوف عادة. قلنا هنعمل ايه؟ هنجيب الاي اكس للشكل الخارجي والاي اكس للشكل الداخلي واطرحهم من بعض اجيب الاي اكس للشكل المجوف، وكذلك بالنسبة للاي واي هعمل نفس الكلام. تعالوا نشوف الخطوات بتاعتها في الشريحة اللي بعدها. طيب عشان اجيب بقى اي اكس للشكل المجوف اللي قدامي، هقول اي اكس توتال بتساوي اي اكس اكسترنال او اللي هي اي اكس للمستطيل الخارجي ناقص اي اكس انترنال او اللي هي اي اكس للمستطيل الداخلي. عادة بنكتبها اي اكس اكس او اي اكس بس مش هتفرق كتير يعني، وكذلك برضو اي واي اكتبها اي واي واي او اي واي مش هتفرق. طيب يبقى قولنا اي اكس توتال هتساوي اي اكس اكسترنال ناقص اي اكس انترنال. طب اي اكس اكسترنال هتساوي ايه؟ هتساوي الموازي في العمودي تكعيب على 12. مين الموازي للمحور اكس في المستطيل الخارجي؟ هو العرض بي، ومين العمودي عليه؟ هو الارتفاع دي. يبقى هقول اي اكس للمستطيل الخارجي هتساوي بي دي تكعيب على 12. طب المستطيل الداخلي نفس الكلام، الموازي للمحور اكس هو بي 1
والعمودي على المحور اكس هو دي 1، يبقى هقول اي اكس المستطيل الداخلي هي بي 1 دي 1 تكعيب على 12. اطرح الاثنين من بعض تجيب الاي اكس توتال، وهتطلع معاك تقريبا 240 سنتيمتر اس 4. نفس الكلام هجيب الاي واي توتال بتساوي اي واي اكسترنال ناقص اي واي انترنال. طب الاي واي بالنسبه للاكسترنال ريكتانجل هتبقى عباره عن ايه، او اللي هو المستطيل الخارجي؟ هتبقى عباره عن الموازي في العمود تكعيب على 12، الموازي المحور واي في المستطيل الخارجي البعد دي، والعمودي هو البعد بي، يبقى هقول هتساوي دي في بي تكعيب على 12. وكذلك المستطيل الداخلي هيبقى البعد العمودي او اللي هو سوري هيبقى البعد الموازي المحور واي هو دي 1، والبعد العمودي عليه هو بي 1، يبقى الاي واي المستطيل الداخلي هتساوي دي 1 بي 1 تكعيب على 12. اطرحهم من بعض برضو اجيب الاي واي توتال، هتطلع لك تقريبا 135 سنتيمتر اس 4. فهنا ده تعويض مباشر، هتجيب للشكل الخارجي الاي اكس والاي واي، وتجيب للشكل الداخلي اي اكس واي واي، وتطرح كل اتنين من بعض تجيب الشكل الهولو او اللي هو الشكل المجوف. نشوف مثال كمان معانا، بيقول لي هنا هولو سيركيولار سيكشن هاز ان اكسترنال ديامتر 80 ملي، يبقى عندك دائره مجوفه. الدائره المجوفه يبقى برضو عباره عن كم مساحه؟ يبقى مساحتين، يبقى مساحه خارجيه او دائره خارجيه ومديك الديامتر بتاعها او القطر بتاعها 80 ملي، والانترنال الديامتر بتاعها 60 ملي. عايز اجيب مومنت اوف انرشيا اباوت هوريزونتال اكسس باسنج ثرو اتس سنتر، يعني برضو حوالين السي جي او حوالين السنتر اوف جرافيتي بتاع الشكل. طيب نفتكر كده الاي اكس او الاي واي بتاعت الدايره كانت بتساوي ايه؟ كانت بتساوي باي ار اس 4 على 4 او باي دي اس 4 على 64. طب هو هنا مديني الديامتر ولا الريدياس؟ مديني الديامتر، يبقى هشتغل بالقانون اللي هو بتاع باي دي اس 4 على 64. يبقى هقول اي اكس الاول توتال بتساوي اي اكس external ناقص اي اكس internal. طب اي اكس external هتبقى عبارة عن ايه؟ هتبقى عبارة عن باي في دي external اس 4 على 64، يعني باي في 80 اس 4 على 64. وبعدين الاي internal هتبقى بتساوي او اي اكس internal هتساوي باي في دي internal اس 4 على 64، يبقى باي في 60 اس 4 على 64. احسب الرقم ده والرقم ده واطرحهم من بعض، اديني الاي اكس توتال بتاعت الشكل المجوف الدائري، وطبعا هي هي الاي واي توتال لان قلنا في الدائره الاي اكس والاي واي متساويين. كده المحاضره بتاعتنا خلصت والامثله بتاعتها، وذاكروا الامثله كويس وحلوها بايديكوا عشان تثبت الفكره بتاعتها، وان شاء الله المحاضره الجايه هنكمل نفس الموضوع مع تعريف جديد كده، ايه برضو هنعرفه المره الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.